عفروتو بيفرح وفرحته مش اي فرحة، دي فرحة جاب فيها كل مغنيين المهرجانات الشعبية في مصر. الغريب ان هو وعروسته كانوا لابسين نظارات شمس في الفرح، والاغرب ان المعازيم كانوا بيرقصوا على اغاني مش عارفينها. ايه حكاية عفروتو وزوجته واللي قالوا الجمهور على زوجته؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. عفروتو قالوا عن زوجته انها زوجة عصام صاصة، او على الاقل اختها التوأم او شبيهة ليها، هي نسخة بالكربون منها، وتقريبا ما فيش اختلافات بينهم الا حاجات قليلة. زوجة عفروتو من شكلها وملامح وشها بتقول انها قريبة مرات عصام صاصة، لكن هي لا قريبتها ولا ليها علاقة بيها من الاساس. كل الحكاية كانت في الشبه اللي ما بينهم وبس. ما علينا من الشبه، الفرح كان غريب جدا في كل حاجة والعكس، شوية سكوت وصمت وشوية دوشة وصوت عالي على اكبر درجة. عفروتو ومراته كانوا مبسوطين جدا وسط كل التناقضات دي ومبسوطين بيها اكتر. عفروتو ومراته اول ما دخلوا الفرح دخلوا بنظارات شمس، برغم ان لا كان في شمس ولا في حاجه خالص، وده اللي خلى الكل مستغرب، ما عدا طبعا المعازيم اللي في الفرح، وخصوصا اصحاب العريس والعروسه اللي عارفين بالظبط النظارات دي معموله ليه وايه لازمتها. اتضح انها معموله علشان فقره في الفرح مرتب ليها عفروتو وزوجته واصحابهم، يدخلوا الدخله دي مع شويه اغاني مهرجانات يعملوا احلى ليله. مرات عفروتو عندها براند ملابس، وعلشان كده اغلب لبس عفروتو وتجهيزاته بتاعت الفرح كانت من عندها، ما هي اصل كل حاجه في حياته دلوقتي، حتى الملابس من عندها، ما بقاش ناقصه حاجه خالص. اما اصحاب عفروتو فدول عملوا كل حاجه في الفرح، ما فيش مطرب شعبي ما حضرش الفرح، حتى مطربين الراب حضر منهم مروان موسى الشهير في مجاله. عفروتو جاله في الفرح رضا البحراوي، وده لوحده حكايه، عمل احلى واجب مع عفروتو. من اول ظهور رضا البحراوي والمعازيم قامت ترقص وتتنطط على الاغاني الشعبيه بتاعته، وعفروتو طبعا كان بيشارك في غناء الاغاني دي ومش سايب رضا البحراوي لحاله. اما بقى مع مروان موسى فكان الحال غريب خالص، غريب على المعازيم الكبار في السن مش عفروتو. عفروتو ومروان موسى في جزء من الفرح بدأوا يغنوا اغاني الراب، وطبعا الراب ده مش كل اللي في الفرح فهموا كلامه، قليلين بس واللي هم الشباب اللي عرفوا كلمات الاغاني اللي غناها مروان موسى وعفروتو. الاغاني سريعه جدا وفيها كلمات بالانجليزي كتير، ده اللي خلى بعض المعازيم ترقص كده وهي مش عارفه اي حاجه خالص من الاغاني دي. ده حتى العروسه كانت وقت الاغاني دي واقفه كده ثابته، وبان عليها قوي انها مش عارفه الاغاني دي بتقول ايه ولا عارفه تتفاعل معاها. في النهايه الفرح عجب الجمهور جدا، كل محبي عفروتو انبسطوا جدا من الفرح واتمنوا لو كانوا حاضرين ويشاركوا فيه، كان نفسهم يشاركوا نجمهم المفضل اسعد لحظات حياته. انتم ايه رايكم في فرح عفروتو واللي عمله هو واصحابه الفنانين، خصوصا اغاني الراب اللي تقريبا مش متعودين عليها في الافراح؟ Thank you.